خير خير يا جاسم، خير يا غالية. في شيء مالكو؟ حكيت لي رنيت علي وحكيت له تعال بسرعة. شو في؟ إيش في حبيبتي؟ في شيء؟ والله يا كامل بصراحة يعني مالكش نصيب عنا، الحج مش مرتاح على إلك ومش حسيتك نغش، فيش كهرباء بيناتكم. حبيبتي الكهرباء بتيجي والإنترنت والتلفون كله بيجي بعد الجيزة، بناخد على بعض يا غالية، تخافيش من هذه الشغلات. بصراحة إحنا سألنا عنك وسمعتك زي اللي برجلي، يعني داير لي على فلاني محمد مات زوجها في سريلانكا، ومخليل مات زوجها في نيويورك، ومش عارف هذه مات زوجها في السودان. ما بصيرش يا أخوي. يا عمي هذا كله زمان، كله زمان، هذا في الماضي. في الماضي صح كنت داير ورا النسوان اللي بنكت له جوازن، بس اليوم أنا تغيرت، أنا تغيرت كثير يا غالية. وبلاش نتكلم في الماضي، وعلى كيفك ميل وميل يا خزيل. روح ما بديك، روح. بسيطة، ما انا عارف عينك عبو خليل صاحب البيك اب، انا مش عارف، بس انا لعلمك انا الحمار، انا اللي حبيتك وبديتك عن ام سميح اللي انقتل جوزها في السودان، مزعوه طريه كسموا راسه نصين، بس انت خساره فيكي، خساره انا اللي حبيتك. ولك الروح. اهلا وسهلا هلين. هلا بيكي يا اختي، الله يسعدكم يا رب. اسمعي تحكي لك يا مهاني، احنا داخلين من الباب وبنتنا اسم الله عليها كل يوم بتروح بتغسل هالسيارة في هالمشحمة، وشافت ابنكم بغسل لها السيارة كل يوم من جوا ومن برا وبطلعها بتوج وج. بصراحة حكت لي انه ايده نظيفة وما شاء الله عليه مرتب، مش بس هيك وسمعتكم زي المسك، وبنتنا اسم الله عليها بتشتغل ومعها سيارة وقادرة تفتح بيت وتعيش وأحلى عيشة. أهلا وسهلا نورتوا. هو المزبوط ما أخبيش عليك يا أختي، إحنا والله كل يوم بيجي لإبننا عروس، والله كل يوم بندق بابنا، بس هو معند ومضطرب شوي. المزبوط هو زمان كان ياخد حبوب للاضطراب النفسي، بس بطل. مش بطل يا ابو هاني؟ انا بطل بطل. يعني والوحده شو بدها غير السطره لابنها؟ وزي يا حبيبتي انتو بينكم كهرباء 3-4 فاز، ليش لا؟ يعني احب مع كلبنا والله. الله يشوفه ابننا، واحنا عارفينه عمره ما روح الدار صاحي، دائما دايخ من الشغل. بده يشتغل يشتغل، بده يقعد بالبيت ويكنكن ويربي هالولاد، كمان هو حر. بالله هو النظو وينه؟ خلينا نشوفه ما شاء الله عليه. يا ابا يا هاني هات الشاي يا حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد. شو عمل؟ ضيف مرت عمك يما. تفضلي. ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. هات الصحن يا حبيبي، هات. ما شاء الله على هالكسمات، مبرومات برم. ضيف خطيبتك يا ماما.